أخبار اليوم. حط يا محمد الشنطة. أما حط الشنطة كده حضرتك. بص يا بزر، هنا السلاح بتاعه بتاع المبنى عليه أو المكان، أي معدن أو شخص عادي، السلاح زي ما بيشرب كده، زي ما بيشرب كده، كل اللي تشوفه ونجيبه الشنطة. دلوقتي بس نجيب الشنطة ونفتشها عادي. لحظة بس، إذا نوضع عليها أحكام ولا حاجة بنضربها على الكمبيوتر ونشوف الأحكام اللي عليه. إذا كان متهم جامد ده بالنسبة للسلاح. لو مثلا السلاح آلي أو السلاح أبيض أو سلاح أبيض بيبان، سلاح أبيض بيبان أي نعمل تجربة سلاح أبيض طبعا. السلاح أبيض برضو نفس النظام الفني طبعا. أي حاجة بتبان، أي حاجة معدنية، أي حاجة معدنية بتبان، أي حاجة معدنية بتبان. يعني واحد متهم بكرة انتهاب ده كانت هيجم عليه ان تبع الكمبيوتر هناك عندنا في الكمبيوتر في النبطشية. انا حكمت ان هي بقى هيجم. بالنسبة للقطورة جوه في برضه نفس النظام كده. بالنسبة للقطورة احنا كنا هنا في تفتيش، في المخبرين بتطلع على القطورة ايه شاكك في شنطك اللي شنطك من دي ومثلا بتاعت واحد مين نزلها هو فتش مين فيها حاجة بيجيب يتم عملية تفتيش. عملية تفتيش هي نفس الشنطة بتاعت دي ذخيرة. خد يا كابتن دي مثلا، دي ذخيرة اهي. خد تعالى كده يا كابتن. ايوه شوف دي اهي. بنعمل عملية تفتيش مع المخبر، بيفتش لو كان اهو. عملية تفتيش مع صاحب الشنطة. دي اللي معاك دي شغال ايه؟ دي شغال ايه دوت؟ معاك سلسلة هنا ولا جنزير ولا جنزير او اي حاجة؟ ماشي اي حاجة مش عارف. ماشي. لا ما دلوقتي بتعمل عملية تفتيش مع المخبر على الجهاز. واحدة واحدة يا كابتن، واحدة واحدة يا كابتن. ماشي يا باشا ثواني. شغل الجهاز. ماشي ماشي. شغل يا عم عشان ما استفدتش تعمل. دلوقتي عملية تفتيش مع المخبر اهوت. وانا نازل على الجهاز لان المخبر اهو. في جنزير معاك؟ معاك اي حاجه معدنيه؟ لا مش هي دي. حطها تاني يا عم جمال. بعد اذنك يا عم جمال حطها تاني. ايه جنزير اهو يا عم. معاك جنزير مسامير؟ طيب ما تقول معايا. معلش انا اسف والله. ده مسامير. انا اسف والله. اي حاجه بتطلع بتطلع مسامير. شكلها زي بتطلع زي الذخيره يعني. زي الذخيره انا اسف يا ما خدتش بالي والله. ماشي ماشي. حضرتك دلوقتي الشنطة هتخش اهي. اهي الموتور. 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 بنفتش الشنطة بردك. اهي اهي. بنفتش الشنطة ونطلع الموتور اهي. اهي. اهي المتهمة هو حاجة بتحصل. تظهر يعني جامدة. بالنسبة لكل أي حاجة معدنية يا فندم بتظهر. جميع حتى لو الأكل. بيظهر هنا اكل كاميرا اي حاجه جهاز اي جهاز شغال بيظهر لنا هنا. اي حاجه بتظهر هنا معدنيه، اكل شرب حاجه الساعه الماي المعدن حله اهي. اكل دوت اكل في الشنطه شاحن بطاريه كمبيوتر اللي بيحطه ده اكل برضك اهو على الجهاز. اي حاجه بتظهر يعني جميع حاجه بتظهر هنا اجهز. ما فيش حاجة إن شاء الله، وكل حاجة بإذن الله يعني بتعدي بخير وسلامة إن شاء الله.